اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها، والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن هرم الملك نفر اير كارع. وهنكمل في الحلقه دي كلام عن مجمع الهرم واللي احتوى الهرم الرئيسي او المبنى الرئيسي منه على 6 خطوات او 6 سلالم من الحجر او من الكتل الحجريه اللي اتصنعت بعنايه شديده جدا، وكان الهدف منها ان هو يبني حاجه زي الهرم المدرج او حاجه زي السلالم عشان نقدر نوصل للمبنى الرئيسي. بيوصل ارتفاع المبنى الرئيسي من الهرم لحوالي 52 متر، وكان من المفروض ان المبنى الرئيسي الهيكل بتاعه يعني يتعمل عليه طبقه من الحجر الجيري عشان تديه نوع من الجمال، لان من المعروف ان الحجر الجيري بيكون لونه ابيض. وحسب التخطيط اللي حطوا المهندسين في الزمن ده او في الوقت ده، فكان المفروض ان كل مصطبه او كل سلم يتعمل من الهرم يتكسي طبقه من الحجر الجيري، ولكن للاسف ده ما حصلش لظروف غامضه احنا لغايه دلوقتي مش قادرين نعرف. ودلوقتي هنبدا في الكلام عن بنيه الهرم نفسه، واللي هنلاحظ فيها اول شيء حاجه مهمه جدا، واللي هنلاحظه ان من ناحيه بنيه الهرم ان حجره الدفن كانت اول حاجه تتعمل في بنيه الهرم، واللي اتشيدت بحوالي 3 طبقات من الحجر الجيري، واللي كانت بالتحديد في الحجره كلها هي سقوف الدفن اللي اتشيدت بال3 طبقات. ولما ندخل داخل الهرم نفسه ونبدأ في معاينة الحاجات اللي موجودة جواه، هنلاحظ بشكل كبير ان حجرة الدفن اللي كانت مبنية من الحجر الجيري اتنهبت واتسرقت من اللصوص، وده اللي سبب ومنع ان هي ترجع تتبني تاني بشكل صحيح، وان هي يكون في زي نعمل مناعة من ان هي تنهار. رغم من اننا نقدر نلاحظ بعض التفاصيل الموجودة جوه حجرة الدفن الخاصة بالملك، الا ان البنية التحتية الخاصة بالحجرة دي مدمرة وتالفة بشكل كبير جدا. ومن الحاجات اللي هلاحظها برضو جوه غرفة الدفن الخاصة بالملك ان عوارض الحجر الجيري اللي كانت مبنية واللي كان هدفها انها تمنع انهيار الغرفة للطبقات دي وقعت دلوقتي ومغطية ارضية حجرة الدفن بالكامل. من الحاجات الغريبة جدا اللي موجودة جوه حجرة الدفن الخاصة بالملك نفر اير كارع ان ما تمش العثور على اي اثر لا للمومياء الخاصة بيه، ولا حتى التابوت اللي هو اتدفن فيه، ولا حتى لأدوات الدفن. وطبعا شدة التدمير اللي موجود في البنية التحتية الخاصة بالهرم منع اي نوع من انواع الحفر او التنقيب جوه الهرم ده. دلوقتي هنبدأ نتكلم عن برديات ابو سير اللي كانت موجودة جوه الهرم. وطبعا هرم الملك افر اير كارع هنلاحظ ان اهميته موجودة جوه برديات ومحفوظات ابو سير وفي الظروف اللي اتبنى فيه. واول اكتشاف تم الاثار لورق البردي كان من خلال الحفاريين غير الشرعيين، وتم سنة 1893 ميلادية. طبعا بعد ما تم اكتشافها من خلال الحفاريين غير الشرعيين اتباعت الاثار دي في سوق الاثار اللي كان موجود في الوقت ده. وخلال حملات التنقيب اللي تمت في نفس المنطقة واللي هي منطقة ابو سير، قدر المنقبين وقدر علماء الاثار المصريين والاجانب ان هم يكتشفوا بقايا الاثار من ورق البردي ومحفوظات وبرديات ابو سير لسه موجوده في المكان. لاحظ الاثريين والمنقبين ان المخطوطات اللي كانت موجوده في المكان ده وقت ما هم كانوا بينقبوا كانت مخطوطات مكتوبه بخط هرم. ولاحظ علماء الاثار والمنقبين اللي كانوا بينقبوا عن المخطوطات دي في الوقت ده ان المخطوطات والبرديات كلها كانت مكتوبه بالهيروغليفيه، واللي بعد كده تم ترجمتها ودراستها ونشرها بشكل كامل. وبتمتد البرديات والمخطوطات دي من عهد الملك جيت كار ايسي وعهد الملك بيبي الثاني. ولاحظ الاثريين وقت ما كانوا بيدرسوا السجلات دي ان هي كانت بتوضح كل الطقوس الجنائزيه اللي كان بيقوم بيها الملك، وكانت بتوضح عاداته اليومية وايه هي الانشطة اللي كان بيقوم بيها في يوم. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية هنكمل كلامنا عن الاسرة الخمسة بس مع ملك جديد، لان كلامنا عن الملك نفر اير كارع انتهى. وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.